أتوقف عند بعض أبيات أخيرة كتبتها عن المرأة. عيناك بحالة تعتيم، عيناك بحالة تعتيم والجو مطير، وأنا لا أطلب تفسيرا، ما قتل الحب سوى التفسير. إني أهواك وذاكرتي في أقصى حالات التخدير، أهواك وأجهل ماذا كنت ومن سأكون وأي أصير، أهواك إلى حد التدمير. سيدتي هذا عصر العنف، فلنهرب من سيف السياف وقصة عنترة وزير. لا وقت لدينا للتاريخ فنصف حوادثه تزوير. اقتربي مني ولنكسر آلاف الأشياء، فلا تعمير بلا تكسير. أستاذ نزار، يمكن أنت اشتهرت بغرابة الموضوعات في القصائد، ده له سبب؟ الشعر هو الغرابة، يعني أنا لا أؤمن بالموضوعات المستهلكة إطلاقا. يعني أنا حين أضع ورقة أمامي لأكتب عليها قصيدة، دائما أطرح على نفسي السؤال التالي: هل أحد سبقني إلى الكلمات التي سوف أكتبها أو إلى الموضوع الذي سوف أقدمه للناس؟ إذا كان الجواب على ذلك هو نعم، فإنني أمزق الورقة. الناس ينتظرون الشعر المفاجئ، ينتظرون كلمات تطرح بين أيديهم كما تطرح الهدايا في شجرة عيد الميلاد. يعني بصورة عامة لا أؤمن بشعر يعيد نفسه. يعني أنا لو أردت أن أكون متنبي آخر أو بودلر آخر أو فيرلين آخر، لا استقلت من مهمة الشعر. الشعراء عندنا، الشعراء العرب عموما، كلهم بيراعوا ده ولا برضو بيهدوا استقرار في قصيدة؟ لا طبعا. يعني إذا أحصيت الشعراء العرب كلهم، يعني يمكن هم في المئات أو بالألوف، لأنه إحنا والحمد لله يعني شعب ينتج الشعراء كما ينتج يعني الخضار والفاكهة يعني نحن شعب فعلا غزير الشعراء.